فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل النجاشي رضي الله عنه يعد من الصحابة؟ يعد من التابعين، لأنه أسلم ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يره. والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. هذا ما ينطبق على النجاشي رحمه الله، لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي من كبار التابعين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.